الخنيسي اليوم اللي كان ممتاز حكينا عليه الاسبوع الفات، قلنا مهاجم قناص عنده الذكاء وعنده الخبث الكوره ان يطلب على مستوى خط التسلل، وهنا فعلا رغم التمركز الجيد للاعبي دفاع النجم الساحلي لانه هو كان ممتاز وطلب الكوره. يا سلام يا سلام، ولا هذه الكره في كل الاحلام، هو فخر الدين حبيب المرائين، وهذه الكره من تاع ياسين والنادي الصفاقس بالدقيقة 90. ياسين الخنيسي اللي صراحة السنة الفارطة كان الكل ينتظر هذا المهاجم أن يكون من أفضل مهاجمين الكرة التونسية لولا الإصابة، عاد بقوة وسمعنا في هذا الأسبوع تحذيرات كان ممتاز ممتاز جدا. قبل دقائق ضاع كرة يعني راوغ سينكالا وديب المدافع على خط نهاية المرمى. صراحة دخل دخول جيد. التوزيع وطه ياسين الخنيسي براس يتمكن من افتتاح النتيجة. الخنيسي حكينا عليه الاسبوع الفارط كمهاجم ممتاز يطلب على خط دائما خط التسلل، يطلب دائما في ظهر المدافعين، سجل مع السي بي جاب ضربه جزاء الاسبوع الفارط واليوم يسجل. خروج غير موفق من الحارس البلبولي رغم انه كان الاقرب للكره من مهاجم السي اس اس، طه يسقط والحكم الحرابي يعلن على ضربة جزاء مع انذار لحارس النجم. طه ياسين الخنيسي اللي ينجح بكل برود الدم في افتتاح النتيجة، مع كرة في اتجاه طه ياسين الخنيسي العرقلة موجودة والحكم حكيمي زيمانو كان حكيم زمانه في قراره. ارجع كرة من الحارس الغنبي وطه ياسين الخنيسي ينجح في تسجيل الثنائية ليه والثلاثية لفريقه. وجوب للنادي الصفاقسي تتواصل الكرة وامكانية التهديف وردة ولا تبدل. الهدف الثالث عن طريق طه ياسين الخنيسي، الهدف الثالث في الدقيقة 30 يعني الدقيقة 75 في المباراة. ست دقائق لعب كرة في العمق لهدف السي اس اس طه ياسين الخنيسي وبكل ثقة في النفس ينجح في مغالطة الحارس سامي هلال. طه ياسين الخنيسي بالراس كورته تتعدى لبعض سنتيمترات من المرمى. الخنيسي في شباك الحارس العربي المجري ما يلقاش حتى حل هذه المرة، العربي المجري أمام رأسية ياسين الخنيسي. ياسين الخنيسي لم يترك للضيوف إلا 15 دقيقة ليفتتح التسجيل للصفاقسي. ضغط السي اس اس يتواصل ورأسية الخنيسي تصطدم بالعرض الأفقية، تكون أول أهداف زملاء معلول في الدقيقة 31 عن طريق ياسين الخنيسي. للمرة الثانية القائم يحرم الخنيسي من إضافة هدف ثاني ليه والفريق. خطيرة العملية والهدف الأول، الهدف الأول لصالح النادي الصفاقسي. دقيقة 33 ياسين الخنيسي، ياسين الخنيسي يسجل الأهداف بطريقة فنية جميلة في الحقيقة. مرتبة ثانية على مستوى النجاعة الهجومية ب 20 هدف بمساهمة هداف فريق طه ياسين الخنيسي بستة أهداف.